في العاشرة من ليل الخميس تعرض الناطور قاسم عبد السلام خلف السوري الجنسية إلى إطلاق نار أصاب رجليه داخل غرفته الكائنة في ورشة بناء على الخط الفاصل بين الحدث وحارة حريك برصاص مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية حاول سلبه وفر إلى منطقة المريجة بحسب شهود عيان ما استدعى نقله فورا إلى مستشفى سان تيريز حيث لم ننجح في مقابلته بسبب خضوعه لأكثر من عملية جراحية. إلى هنا قد يبدو الخبر عاديا في ظل مسلسل الفلتان الأمني السائد في البلاد، إلا أن ما ليس عاديا هو الصمت المطبق الذي رافق الحادثة بعدما أنكر بعض زملائه وجيرانه حتى علمهم بالجريمة. لا 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 أبدا ما بعرف شيء، أنا جيت الصبح وعرفت أنه قاسم بالليل تعرض لمشكلة، بس صار معه بالضبط ما نعرف جد حرام مأساة ما فقير. آخرون تحدثوا وراء الكاميرا عن زعران يتنقلون على الدراجات لأسباب تتعدى مجرد السرقة والسلب. مصادر أمنية أكدت للأم تي في أن الحادث الذي تعرض له خلف لم يكن حادثا فرديا أو معزولا، إنما هو جزء من اعتداءات منظمة ومركبة مخابراتيا بامتياز. وأفادت المصادر إلى أن مخابرات خارجية هي من تحرك خلايا أمنية سورية ولبنانية حزبية بقصد الضغط عليهم وتهديدهم لمنعهم من الخروج في تظاهرات مناوئة للنظام في دمشق ولتحريكهم في تظاهرات موالية عندما تدعو الحاجة.